أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على السلام، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام، معاشر المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله. إذا احنا في هذا البيت المبارك من أفضل بقاع الأرض، احنا في هذا اليوم المبارك اللي هو يوم من أيام رمضان، نحاول إن شاء الله نعرفوكم بهذا البيت، ندير إن شاء الله نبذة تاريخية مختصرة عن هذا المسجد. أولا، أنا هو إمام هذا المسجد، الشيخ فاروق إمام هذا المسجد، عندي حوالي 4 سنوات وأنا في هذا المسجد. من غير ما نطول عليكم، أن نقدم الكلمة للحاج رابح يعرفكم إن شاء الله بهذا المسجد، وبعده إن شاء الله نتكلم على القرية أو نبذة مختصرة عن القرية، وبارك الله فيكم. تفضل لك الفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بصفتي كنائب رئيس بلدية وسيف قادما، أنا حضرت للبناء تاع هذا المسجد اللي سموه مسجد عبد الحميد بن باديس. نجيب لكم تاريخ لماذا سميناه مسجد عبد الحميد بن باديس. أولا وقبل كل شيء، القرية تاع تيمغراس فيها 3 مساجد صغار، 3 مصلات بكري. مصلى واحدة كانت في أيدلول، مصلى كانت في تيمغراس، ومصلى أخرى كانت في تخريبين. وفي سنوات 67 1967 كنا منتخبين في بلدية وسيف بكري. البلدية وسيف عندها 27 قرية، وفي هذه 27 قرية كانت قرية تيمغراس. المهم، نرجع لتيمغراس. عندنا مسجد يسموه سيدي محذو القاضي، محند والقاضي النكوة تاعهم يسموه قاضي. غير ثمك اللي نصلوا الجمعة. مسجد صغير، والقرية الله يبارك كبيرة، كاين مصلين ما شاء الله. قررنا باه نبنوا مسجد، وهذا المسجد ما عاونتنا الدولة لا بفرك لا بزوج، حنايا بالأهل القرية اللي كونناها، اللي تبرعنا، كونا لجنة دينية على رأسها كاين الله يرحمه برحمة الله الحاج كارماني محمد اللي سموه الحاج محذو سليمان. كان النائب تاعو هارون محندو بالقاسم، الله يرحمه برحمة الله الحاج محذو بالقاسم. كان الحاج دعماش رمضان، الله يرحمه برحمة الله. كان الحاج لبيد حاج عمر، الله يرحمه برحمة الله. كاين الحاج غازي حاج بوساد من تيمغراس كاع هادو، بصح واحد كان في باتنا، الاخر في قسنطينه، الاخر في الجزائر. وكان المتكلم انايا، كنت نائب رئيس البلديه في ذاك الوقت، الحاج رابح بن زاهر رابح. كونا اللجنه رحنا نحوصوا نلموا الدراهم الفلوس، سجلنا كاع
أهل تيمغراس وين ما يكونوا. درنا لي كوميسيون، لي كوميسيون باه نروحوا لقسنطينة، الباتنا، العنبة، الوهران، السعيدة، على كل حال وين ما كان أهل تيمغراس تجار، تيمغراس كاع التجار نتاعهم خرجوا على برا. والحمد لله انتشر الأخبار حتى القرى المجاورة، والحمد لله عاونونا. هذا هو أول مسجد، هذه هي أول لجنة رسمية اللي تكونت في بلدية وسيف. ودروك بلدية وسيف رجعت دائرة وسيف اللي عندها 27 قرية، حاليا عندها 3 بلديات، بلدية وسيف، بلدية أيتودرت، وبلدية أيت بومهدي اللي رانا تابعين لها. والحمد لله من 78 79 حوالي بدينا 76 77 بدينا هذا المسجد. والحمد لله، والحمد لله شيئا فشيئا. والماسون اللي ما كانش الماسون في ذاك الوقت، الماسون الاول هو اللي شاف دو شونتيير، اديناه لواحد القريه، لواحد القريه ما عندناش لي زارشيتيكت، ما عندناش لي انجينيور، اديناه لواحد القريه صور هذيك القريه باه يبنينا مسجد كيما هذيك القريه. وهذا الماسون مازالوا اللي قاد الحياه لحد الان، اسمه حجال محمد، والمدعو مو محدو. من بعد كي كملنا رب العالمين عاوننا كملنا المسجد، لازم ندشنوه لأول مرة في القرية في بلدية وسيف جاه وزير، الوزير بروحه اللي جاه دشن هذه القرية اسموه الحاج عبد الرحمن شيبان رحمه الله، الله أعلم مات الله رحمه الله. وعبد الرحمن شيبان كان يقرأ في قسنطينة، في قسنطينة كان يقرأ، واللي عاونوا اللي ساعدوا واحد من تيمغراس كان غاني تاع تيمغراس يسموه الحاج حموش، كارماني حاج حموش. وكارماني حاج حموش هذا ولد عمه اللي رئيس اللجنة الدينية اللي يسموه كارماني حاج محمد اللي راني ذكرته. كي جاء عبد الحميد بن عبد الرحمن شيبان بغينا نسموه هذا المسجد على كارماني حاج حموش، يعرفوا الوزير قال اقترح علينا، قال ماذا بكم نسموه كارماني حاج حموش الله يرحمه. والرئيس اللجنة كي عاد يسموه كارماني قال له يا سيد الوزير من فضلك، كي عاد انا هو ومسؤول تاع هذا اللجنة، ماذا بيا نغيروا هذا الاسم، نسموه نعطوا له الاسم عبد الحميد بن باديس. والحمد لله راه داير الاسم نتاعو حاليا عبد الحميد بن باديس. وكان رفيق حاج حموش، كان رفيق تاع بن باديس والحاج حموش هذا الله يرحمه برحمه الله، كان تريزوري، كان تريزوري تاع اللجنه تاع لاسوسياسيون جمعيه الاولياء العلماء المسلمين في قسنطينه. عليها سميناه على اسم حاج حموش، على اسم حاج عبد الحميد بن باديس، وما سميناهش على اسم حاج كرماني. هذا هو تاريخ باختصار. وتدشين اللي تدشن هذا المسجد دشناه في 29 جوان 1981، 29 شعبان. والإمام الأول اللي جاء لهنا يسموه يحيى، نعيطوله الاسم تاع المدعو الشيخ بوقندور، الشيخ اللي عنده القندوره. والامام حاليا تاعنا دروك راح قدم روحه الشيخ فاروق. تاريخ هذا المسجد كيف حتى تبنى في هذا المكان، هذا المكان انا كنت صغير في
في ليزاني 40 45 50 قبل الثورة المخلصين هادو بغاو يديروا هنايا في عهد فرنسا قبل الثورة في عهد فرنسا بغاو يديروا هنايا مدرسة والادمينستراتور حنا الادمينستراتور تاعنا كان في عين الحمام بغا يدير مدرسة تاع الفرنسي وكارماني هذا الله يرحمه بغا يدير مدرسة قرآنية هو والادمينستراتور متخالفين الادمينستراتور قرر باه يدير مدرسة تاع لي بير بلون ولا تاع الكور والحاج حموش وجماعته بغاو يديروا مدرسة قرآنية واش يدير الحاج حموش وجماعته وأهل تيمغراس أنا في ذاك الوقت كنت صغيرة شراو هذا التراب وهذا التراب بغاو غصبوا جابوا السلعة جابوا الحجر جابوا الماتيريال باه يبنوا مدرسة في هذه المنطقة رب العالمين كتب القرب دات 54 في 54 هذا القرية أول قرية اللي انطلق فيها الرصاص في نوفمبر 54 أنا ما كنتش هنا كنت في تيارت نوفمبر 54 أول رصاصة اللي انطلقت في هذا الدائرة وسيف هي في تيمغراس مكشت هي في تيمغراس من بعد المشروع تاع المدرسة هذاك التنسى ولات فرنسا جابت دارت الطريق اللي هنايا ان روت باه باه ماشي للقرية ماشي للشعب باه برك يفوتوا الكوامن تاعها دارت ان بوست افونسي لو بوست افونسي هذاك اغتنموا هذاك الماتيريال الحجر اللي كنا بنيناه جابوه باه يبنوا المسجد يبنوا المدرسة بنوا به واحد اون كلاس هذيك لا كلاس يقروا فيها بالفرنسويه هو عسكري ستان ميليتير هو اللي كان معلم هنايا في الثوره ادينا الاستقلال رجعنا للمشروع هذاك المشروع تاع المدرسه خلاص بغينا نديروا مدرسه ماشي مدرسه اداريه اون ايكول بريمير ليكول بريمير انا اللي راني نتكلم لكم انا هو اول معلم اللي تنصبت لهذه القريه في 65 في 65 بنينا في 68 السبعينات بنينا اربع اقسام وين كان هذا المسجد كان قسم بنيناه قسم تاع مدرسه بالرضا تاع البلدية تاع الشعب وكذا هدمنا هذاك القسم وبنينا فيه هذا المسجد هذا هو التاريخ تاع المسجد والسلام عليكم في هذا الساعة بارك الله فيك والكلمة نمدوها لمسيو دعماش فغي غادي نعيون الميساج تقبيليث باش أدفهم ناكو كذا دي تحسيسن وقبل الدين على الميساجي أكينا مرحبا إسكانور دين الجامعة أرثد دارتك أرثد دار أنت مغرس وبالخصوص ان بارتيكولي الجامعة أنت مغرس الجامعة كسان تاريخ ذا مقران وسننتاكو الغاشي وقاد دي شفان وقادو دي نشفارة ان شاء الله par le biais le petit documentaire et le petit passage guin هذه سين التاريخ نتاع مغراس والتاريخ الجامع نتاع مغراس فري غادي نير يوث الحاجه دارني هذا سيولا غياث الخير وقاد يخدم من الخير وقاد يبغانا ناخذ من الخير على كل حال وين ناخذ من الخير وتخدم ماري وياض ما تخدم ايمانيس ماذا بينا أدمقن شوية ذي الجامعة خطرت خصاطاس مادن نيث خصاطاس بارابور وزوت الموسكي اعترافي على التريتوار ناسيونال نكون إذا قيبو كوبليس تم ذا مضيق سورتو ذك سميات ذي لقن شتوى سمض الحال تخص لشوفاج
Bon, le projet, le gaz de ville, mais il y a, disons, à chaque fois, il y a centravine des problèmes. Vous allez avoir des problèmes techniques, non, des problèmes administratifs. Ou là, le gaz de ville. Le canvas dépôt de gaz de ville, il y a radiateur. تشوفي شوية الجامعة شتوا ماذا بينا وقالك زمر نداون الجامعة سوا سالماتيريو دو كونستركسيون باسكو مازال السقفين كيدي شتوا كتواليم سالي بروبلام باسكو الجامعة كنظام تقديم انوغيور اون 1981 صافي بلوس دو 30 ان كيف الله الله يبارك ومازال مازال تزرز ده ان شاء الله سنكوني سكون ويس وياض وكذا دياون نار كل يوم ادي نادي بدذور غليارا ضربه سبدذن ماذا بينا داون نفان خدم بتيت بيبليوتيك داون سلي ليفر سف انفان دي موايان دي زورديناتور كل يوم نشوي بغاثي ديفك ما تفكيض دورو اربي ثنتافض ما فكر 10 دور وتصافض ما فكر مليون تصافض ما فكر مليار تصافض ذان ما هنويض كتشوز مرضار ببض ذان لي سانيتير راكني دنيا لي سانيتير حواجنت تناوض باسكو الله يبارك ثورة عطاس عطاس يدكش من الجامعة بالخصوص en particulier dans la saison estivale pendant l'été les vacances تسند الله يبارك تاوعني كل تسند عطاس يكتزالان الله يبارك دونك اكاك يدنض تيرين الجنازة يتيري الغاشي نكوني on dispose uniquement de 3 sanitaires auxiliaires c'est trop peu ماذا بينا نسمر لا سال دوكسير ماذا بينا نخدم الحاجه الهان اكن لايفاد وسطوارين ردكش من الجامعه اتاسي كفغنا اتاس بار اكزومبل العباد المقرني مغان مساكيت وتساو سنه لي مويا الدياس سورتو دي شتوا بار اكزومبل الدياس ديا فما نسمر نو دي صحه الجامعه الا لي جون سطوارين ماذا بينا دافن لي مويا لي كوموديتي باش دسنا الجامعه او ذا قديني ماسك ما الحمد لله ما غلط استغفر الله وبارك الله فيك شيخ نور الدين اثاو ميكرو دونك بارك الله فيك نور الدين ادرنا كان كراي مسلاي نستقبيلي على خاطر قال لي عارض غد هضره شويه نستعربت ولو تحكم غير مليح مليح استعربت الساقي ما شاء الله الساقي كان زول لغداك ابروكسيماتيف زمره دينير سعدا ايميتين شاب لا يتظلم ذي الجامع يا كذا مجطوح كي بيردي او بي دي جرجرا الجامع انت مغراس سعدا ايميتين واحد ذي ايميتين واحد ما شاء الله الاغلبيه ذي الشبان ام الشبان كذا دي دار دي الزين امام اللجنه الدينيه سي ان اتيديون سي ان سون جوتي دو فلور فوز ات ليسونسيي نير دكتور C'est un futur docteur. Il a son doctorat. C'est un jeune. Damashagi, c'est un jeune. Ce sont des jeunes. Masha'Allah, il y a beaucoup de jeunes. Tu rends la place aux jeunes. N'kini, dit Tsuari Makagi, Thikwer, n'kid Safrimani, l'ouahid d'Amgar d'Agi. L'an waqid thilathan arbaïm gharan, baqin, Masha'Allah, de Shubban. وقبل ذلك فوق أكثر الخير أن الأخ قد يروح عون النوردين يروح يخدم سو بوتي روبورتاج كي نوزا في بليزير يصفر حغطاس عطاس يذكر في مغراس إكسان التاريخ وتسونس مدن وصاويتي دي فكرا والسلام عليكم. في الختام عندنا معلومات نضيفوها أيضا أنه اللي قام بهذا التسجيل هو عون نور الدين وربي يجازيه لأنه راه يساهم في التعريف في بيوت الله وفي نشر الإسلام وقلت يساهم في نشر الإسلام وفي التعريف في بيوت ببيوت الله تعالى ونتوقف عند هذا الحد ونشكر كل مشاهد لهذا الحصة وأجره على الله وبارك الله فيكم والسلام عليكم.